نبدا عشان يساعد معنا ان احنا نعرف نفتحها بقى. نرجع بقى لمرجعنا، فاحنا قلنا ايه؟ هنخليها تبقى الجماد اللي هو اوسع اوسع هما بن لاحظ مع الحته دي تاني اهو. ان انا بعمل كده وبنفخ، حط الصوت اللي بيطلع من هنا قرب الصوت اللي بيطلع من هنا من الميه. طال مش لا مش طال، خش ناقي نبقى نرسم له الهواء. خش بس لا بس مش هساعد بس لا لا سمع الصوت. لو انا جيت اضيقه بقى بقرب من هنا بضيق من هنا، شاهد الصبع ده اللي بيضيق ده، هالصبع انا بضيق كده ده كمية الهواء اللي داخله بتقل وبتزيد، لما بضغط بتقل ولما بسيبها بتقل بتزيد. ده دليل
لأننا شغالين كده في الاتجاه الصح من ناحيتي. فنقرب بقى الأدوية اهو، لكن شغلنا مظبوط هنا. هنبدأ بقى نحط الشوكة. مصور القطط خلي بالك هنا معايا ماشي. بص هنا بصور. انت ما بتصورش حاجة، انت بتصور حاجات تانية غير اللي انا عايزها. انا يا ابني عرضك للبيع في 50 سنة ومحدش جه قال لك تلت التلاتة كام دلوقتي؟ نعمل ايه بقى احنا؟ ها؟ بيع ايه؟ قول لي بالله عليك. بسم الله عليك. بالله عليك قول لي يا ها؟ احنا عندنا البنا وطول لي هناك فوق شوية كده. صور هنا يا عم الحاج. صور معايا بس هنا، صور معايا هنا، صور معايا صورش حاجة، صور هنا. ده اخو المساعد. اخو المساعد اوسخ من المساعد. صور معايا هنا عم المساعد. احنا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده بنعاني مع المساعد ومع اخوه. يعني ربنا ما يوعدكم لا بالمساعد ولا بأخو المساعد. يحب يرزل عليه كده زي ما انتوا فاهمين. فاهمين الرزالة بتاع العيال دي؟ فهمان ولا مو فهمان يا عم المساعد؟ فهمان. ايوه تمام كده باتت. وانا بضغط كده لازم اتاكد انها باتت في مكانها. بصور والله. يعني مش فاهم انت حد، يعني انت حاطط على رجلك وسيبها وخلاص. ما تركز هنا بص لها كانه ستاند والله. هو مش كانه ستاند، انت ايدك بتتحرك ورجلك بتتحرك والدنيا كلها بتتحرك. لا وانت مفكر رجلك دي شجره شجره في الارض عامل خرسانه. لا بس والله انا مثبتها اهو. يا عم انت بتعمل ده ما ينفعش. حاضر حاضر. ايه والله كمان مره مثبت. حد بيصور يبص لحته ثانيه. ده مصور القطط. طب بص انت غلبت مصور القطط. والله بصور. ما انتوا رضيتوا كده يا جماعه. يحط الكاميرا على رجله ويبص حته ثانيه. وانا مع نفسي وهو مع نفسي. بص هنا يا عم الحاج ما ينفعش كده. حاضر.
صلاحيات ابوك ركز معايا خلاص يا حاج ما ينفعش كده انت هتضيع مستقبلك ما حتى كده غلط عليا حتى كده غلط عليا الله والله يا جماعه انا يعني تحكموا انتوا على الراجل ده يمكن انا ظلمه انا سايبكم انتوا تحكموا عليه لان انا زهقت منه زي ما انتوا شايفينه كده باصص والله باصص في ايه في الكاميرا والله يو. انا عامل كده فاهم انت ولامحها بعين الشمال بقول لك باصص في الكاميرا ولامحها بعين الشمال واحد بيصور بعين الشمال يا جماعه اللي بالحم اللي بالمح بص يا عم المصور امسك كده امسك الابره بس يا عم المصور بقول لك لمح طرف عين الشمال يعني حتى مش اليمين يعني يا جماعه هو بيوريكم من طرف عينه الشمال دلوقتي ايه اللي خدت وقت شويه معلش علشان خاطر ايه لازم نتاكد العمود اللي فيه اللي هو بيكبس الجاز بيبقى في قلبه بطح البطح لازم ينام في قلب الترس اللي هو بيحرك الدراع ده بيحركه ينام في البطح بتاعه فبعد ما بتحط السوسته وبتحط الورده اللي فوق السوسته والورده دي داخله في قلب العمود ده في نفس الوقت عشان يبقى الضغط ده هو متحمل على الورده وعلى السوسته في نفس الوقت فلو
اتحرك شمال او يمين ممكن ما يجيش المانيوم بتاعه ايه، ولما تيجي تركبه في قلب المكنه يكسر معاه. فانا كده لازم اتاكد ان هو بات، نضغط كذا مره ان هو وصل للاخر، يبقى بات المانيوم بتاعه، بحطه في قلب الفتحه ديت ابرز المنيوم كده على بال ما نبيت الايه التيل. هو لو انا معايا مصور مشجعني واحس ان هو بيصور مظبوط كنت هطلع على الأقمار. انا خلصت من بدري مع المصور بتاعنا دي، انما كل ما ابص له الاقيه في دماغه في حته وعينه في حته وايده في حته تانية، بيقول لك ده انا بصور بطرف عيني الشمال، يعني يا ريتها عينه اليمين، لا ده الشمال كمان، يعني مش مستعنين على الاخر. هنبدأ بداية ايه؟ ندخلها في المانيوم بتاعها كده اهو. يبقى طلع الترفان بتوعها بره وخلي ال لا نخلي النبات يا اما هو يملك. اركليز. انت صوت التكة دي تأكد ان هي ايه دخلت في مكانها مظبوط. هنبدأ برضه نضغط الضغطة بتاعتنا ده ونسحب المساعدة شد الابرة في صرفة تانية، اضغط انك كده وانت تسحب اهي هي كده لقت على ايه، ونضغط بقى كده هي دي قيمة الكاميرا بتضغط. نقرب بقى على الايه كده الفؤاد اهو، خلصت مساعد؟ نعم مساعد نايم يا اخواني معاك والله. كده يا جماعه احنا خلصنا الايه؟ ايوه ركز معايا مساعد واحد معاك والله. خلصنا كده تظبيط الترمبه ان شاء الله يعني ايه ما تعكسش معانا، برضه الشن شغال اهو مزيكا كده زي يوصل الى مسافه جوه معنا انها بيتك قبل المشاريع بتاعتها. تابعونا بقى احنا بنجمع الحاجات دي مع بعضها.